إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعيت إلى أن يحكم القرآن بينك وبين خصمك، إذا دعيت لتحكم الشريعة بينك وبين الطرف الآخر، فقل كما قال المؤمنون من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل كما قال أهل الصلاح والرشاد سمعنا وأطعنا. حاضر، إذا الشريعة تحكم لي فأنا منضبط، وإذا الشريعة تحكم علي فأنا منضبط. وهذا الفارق يا أخوان بين المؤمن وغير المؤمن. الادعاء باللسان سهل، يعني لما واحد بيقول في كل صباح رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا كلام سهل، لكن عند التطبيق يبان معنى أنت رضيان بالله ربا لما ما لك رضيان، أنت رضيان بالإسلام دينا لما ما لك رضيان، أنت رضيان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا لما ما لك رضيان. الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون، الله عم يحلف يا أخوان، أقسم بربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك يعني يحكم القرآن ويحكم السنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شايف، المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، المنافق إذا دعي إلى الله والرسول يقول غير السيرة، غير الموضوع، لا تفتحوا سيرة قرآن، لا تفتحوا سيرة سنة. أنا هلأ بالسوق، شو علاقة القرآن بالسوق التجاري؟ أنا عم بيع وبشتري أنا وياك، لا تجيب لي سيرة شريعة. يتخاصم هو وزوجته، بيقول له لعمه لا تجيب لي سيرة قرآن، لا تجيب لي سيرة جوامع، لا تجيب لي سيرة مشايخ، أنا عم بحكي معك رجل لرجل، حاكيني بحاكيك. هذا الفعل أيها الإخوة فعله اليهود. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، في قسم منهم بيقولوا لا ما بدنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعطي ظهره لكتاب الله عز وجل ولا يستجيب له. يا شباب يا رجال يا أخوات، تعالوا كلنا يا أخوان نوطن أنفسنا على أن نقول إذا قرأنا آيات الله عز وجل سمعنا وأطعنا، على أن نقول أطعنا الله وأطعنا الرسول، على أن نقول لبيك اللهم لبيك. بس حتى تقول هذه الكلمة بده يكون عندك قلب، بسورة قاف ذلك لمن كان له قلب. يلي إله قلب بيفهم إنه هذا الكلام كلام الله، مو كلام رفيقه ولا كلام أخوه ولا كلام جاره. شو ذلك لمن كان له قلب؟ كلنا إلنا قلوب، هذا القلب الذي بين جنبيك المخلوقات الدنيا عندهم منه، لكن أنه قلب المراد القلب العامر بذكر الله تعالى، القلب الحي بذكر الله تعالى، القلب المملوء حبا لله تعالى، القلب المشغول بذكر الله تعالى. هذا القلب أرض خصبة، إذا نزلت عليه الآية أنبت. بس إذا واحد قلبه كالصخر مثل قلوب بني إسرائيل، لو أنزلت عليها الماء بينكب، لو حطيت عليه البذار ما بينبت، لو وضعت أحسن المزروعات تتلف، لأنه الأرض صخرية. بس إذا كانت الأرض ندية، إذا كانت الأرض صالحة للزراعة، إذا نزل قول الله تعالى بيقول لك لبيك اللهم لبيك.